النهارده حضرتك هتتكرم في شكرا للسعوديه، شايف تكريم حضرتك النهارده؟ انا رايي الحقيقه رغم انها برضو مبادره جيده جدا وبشكرهم عليها، لكن انا في رايي انه نحن لا نستحق التكريم، المملكه العربيه السعوديه لا تستحق التكريم. كل انسان بيعمل لصالح الوطن العربي ولصالح بلده هو الذي يستحق التكريم، احنا بنقوم بدورنا. شكرا طبعا لمن فكر في التكريم، لكن اعتقد انه اللي عليه انه هو يكرم فعلا وواجب التكريم له هو الشعب السعودي والشعب العربي كله، اللي واقف جنب بنا وبيتمنى الخير لمصر، يمكن وبيسأل على مصر أكتر ما بيسأل على أحوال بلده، فهذا الشعب هو الذي يستحق منا كل عرفان وتكريم يعني.